رئيس الأركان الألماني ووكيل وزارة الدفاع دفع ثمن حجب معلومات بشأن غارة جوية دموية وقعت في أفغانستان قبل شهرين. أحزاب المعارضة في ألمانيا طلبت أيضا وزير الدفاع آنذاك والذي يتولى حقيبة العمل الآن بالاستقالة. كنت على اتصال بالقائد الأمريكي ماك كريستل والكولونيل كلاين وقلت سابقا إننا لا نستطيع ضمان سلامة المدنيين، كما أنني عبرت عن تعاطفي مع عائلات الضحايا. الغارة الجوية أمر بها جنرال ألماني ونفذتها مقاتلة أمريكية من طراز F-15، وتعد الغارة الأكثر دموية والتي يشترك فيها جنود ألمان منذ الحرب العالمية الثانية. 69 مسلحا من طالبان و30 مدنيا هم ضحايا الغارة التي وقعت في مدينة قندز شمال أفغانستان. وزير الدفاع الألماني نفى باستمرار سقوط أي ضحايا مدنيين في الغارة. لقد طلب مني المفتش العام ووكيل وزارة الدفاع إعفاءهما من واجباتهما ومسؤولياتهما، وأشكر الرجلين على جهودهما طوال عقود مضت. صحيفة بيلد الألمانية وزعت شريطا مصورا قبل بدء البوندستاغ مناقشاته بشأن توسيع مهمة 4250 جنديا ألمانيا في أفغانستان. وتتمركز القوات الألمانية في شمال أفغانستان حيث يحاول مقاتلو طالبان السيطرة من جديد على معاقلهم. ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من قيام البرلمان الألماني بحث تمديد مهمة الجيش الألماني في أفغانستان لمدة سنة في ظل حالة من الامتعاض الشعبي.